ما الشروط التي يجب توفرها في العمل كي يكون صالحا مقبولا عند الله تعالى؟ جيم: أولا يجب أن يعلم أن العبادة لا تقبل إلا من المسلم الموحد، فالكافر وإن عمل صالحا فإنه لا يقبل منه العمل، كما قال تعالى عن الكفار: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهليه يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه قال لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني أنه لم يكن يؤمن بالبعث ويعمل وهو يرجو لقاء الله. ثانيا: المسلم لا تقبل منه العبادة إلا إذا تحقق فيها شرطان أساسيان. الأول: إخلاص النية لله تعالى، وهو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى دون غيره. الثاني: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يعبد إلا به، وذلك يكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وترك مخالفته، وعدم إحداث عبادة جديدة، أو هيئة جديدة في العبادة لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، والدليل على هذين الشرطين قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن كثير رحمه الله: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي ثوابه وجزاءه الصالح، فليعمل عملا صالحا، أي ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركن العمل المتقبل لا بد ان يكون خالصا لله صوابا على شريعه رسول الله وكلما كان الانسان اعلم بربه واسمائه وصفاته كان اكثر اخلاصا لربه وكلما كان اعرف بنبيه وسنته كان اكثر اتباعا لنبيه وبالاخلاص والمتابعه تحصل النجاه للعبد في الدارين